السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحنا شغالين بيبقى عندنا ترو نورث اللي هو الشمال الحقيقي اللي هو احنا شغالين بيه اللي يخطب جورنيس والحاجات ديت، وبيبقى عندي الشمال خاص بالمشروع بتاعي. المشروع بتاعي مش مبني على نفس الخطوط ديت، واخد زاوية معينة أو ميل معين، فبيبقى في شمال آخر حسب الاتجاه بتاع المشروع. قطعة الأرض نفسها واخدة زاوية معينة أو كده، فبيبقى في شمال خاص بالمشروع. لو انت جيت هنا في الاورينتيشن هتلاقي ده البروجكت نورث، ممكن اقول له الترو نورث. الترو نورث ده هيجيب لي الترو نورث اللي هو الوضع الحقيقي بالنسبه للخط الشمالي اللي هو كده. اقول له لا انا عايز البروجكت نورث، بحيث ان ممكن تعمل لوح بكده او لوح بكده، مفيش اي مشكله خالص، بس المهم تكون حاطط ان انت ده الترو نورث بتاعك او ده البروجكت نورث بتاعك. توضح المساله دي لانها مهمه جدا في الحسابات بتاعتنا. طيب اول حاجه لازم تعملها اول ما تفتح المشروع ان انت تحدد اللوكيشن بتاعك. انا عندي حاجتين في اللوكيشن، ممكن تحددها من خلال الانترنت مابنج سيرفيس، تمام، او ان انت ديفولت سيتي ليست. ديفولت سيتي ليست بيجيب لك قائمه تختار منها المدينه والبلد اللي انت عايزها. الانترنت بيجيب لك خريطه كده عامله زي جوجل مابس، ابدا احدد المكان بتاعي. لما اقول ديفولت سيتي مابس بينبهني، بيقول لي الديفولت سيتي ليست از بيست فور اتشفاك سايزنج. لو انت بتدور على اتشفاك سايزنج اختار الديفولت سيتي ليست هتبقى اقوى، والانترنت مابنج سيرفيس بتبقى اقوى للانرجي اناليسيس. فبقول له كلوز وابدا ادور على البلد بتاعتي من هنا، تمام. هتلاقي حسب الحاجه اللي انت عايزها، تقدر تدور كايرو ايجيبت مثلا، او تقول له انترنت مابنج وتيجي هنا تكتب البلد اللي انت عايزها مثلا ايجيبت، تقول له اعمل سيرش، فبيقول لي انا عندي كلمة ايجيبت دي موجود كذا مرة، أو فبقول له أنا عايز البلد، فبيبدأ يجيبها لي. تقدر تكتب كايرو، تبدأ تختار اللي أنت عايزه، يجيب لك الخريطة. أنت بقى ممكن تكون في أسوان، في القاهرة، زي ما أنت عايز تختار المكان اللي أنت عايزه، تمام. فعندك كذا طريقة عشان تحدد المكان اللي المشروع موجود فيه. أقول له بعد كده أوكي، وبعد كده أبدأ من هنا البوزيشن بتاعي أحدد الروتيت ترو نورث، تمام. بيقول لي الاختيار دوت هيكون اوقع لو انت موجود هنا في الترو نورث. باجي هنا في الترو نورث وباجي اقول له الروتيت ترو نورث، فبيقول لي انت ممكن تكتب الزاويه هنا مثلا، المشروع بتاعي مثلا بزاويه 13 ايست، تمام. راح الف لك بالشكل دوت. ممكن تقول له لا ده انا عايز عكس عقارب الساعه، تروح مديله الزاويه اللي انت عايز تلفها، تمام. ممكن تقول له روتيت انا عايز انا الف انا حسب الحسابات بتاعتك، فتبدا تلف زي ما انت عايز. وممكن تخلي الليفل 1 في منه نسختين، النسخه ديت هي اللي هيبقى فيها البروجكت نورث بالشكل دوت. طبعا دي بتكون افضل في الكتابات وتكون افضل في الشغل بتاعك، وده على اساس تحدد شكل الشمال هيبقى عامل ازاي، والزاويه بتاعتك هتبقى عامله ازاي، والليفل بتاع الصاله وهكذا موجوده ازاي في المشروع.